اهلا بكم، انا عرفات الذيب من ورشه صحفيون تونسيون على النادي بتونس ايراكس تونس. مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي. التطبيق الاول الذي ساحدثكم عنه اليوم هو تطبيق يدعى سبلايس. هذا هو التطبيق، وتطبيق سبلايس هو تطبيق اذا الغايه منه هو تحرير الفيديو بشكل سريع، يعني نقوم بتصوير بعض الصور باستعمال هاتف الجوال او كذلك صور ثابته او صور الفيديو، واقوم بتحريرها، يعني اقوم بعمليه التركيب مباشره على جهاز الهاتف الجوال، ثم اقوم بنشرها على مختلف مواقع الويب او مواقع التواصل الاجتماعي. اذا عندي لهنا مثلا زوز مشاريع موجوده، لكن سنبدا بمشروع جديد. نضغط على هذه النافذه، اذا زياده يطلب مني تسمية المشروع، سأسميه تيست مثلا، أضغط على ترميني، إذن هذا المشروع. ثم بعد ذلك هناك بعض الخيارات لابد أن أقوم بها، مش نوعية العرض، إذن فول سكرين 4:3، أو نختار الإطار، نجم فيه مجموعة إذن من الإطارات الجاهزة يمكن أن أختارها من غير إطار، نختار هذا الإطار أو غيره. شفت هنا مجموعة من الإطارات فيها الجانب الفني، إذن لن أختار إطار، نضغط على دون. الخيار الثالث هو نختار يعني شكل الفيديو أو اتجاهه، هل هو بالعرض أم بالطول، إذا لاندسكيب وإلا بورتري، سأختار لاندسكيب مثلا. ثم الخيار الرابع أختار نوعية يعني التأثير، الانتقال بين الصورة والصورة والمقطع أو المقطع، هناك يقترح لي بعض التأثيرات لهنا، نختار إذا التأثير الأول أو هذا من الأعلى إلى طيب نختار هذا التأثير. انتهيت من يعني القيام بعملية الاختيارات المختلفة للمشروع، أضغط على دون، إذا أقوم بالتسجيل، يمر بي مباشرة إذا إلى اختيار أو الدخول في المشروع. من هنا نافذة يمكن أن أختار من خلالها الفيديو أو الصورة. هنا إذا الترانزيشن، عملية الانتقال والتأثير، الانتقال بين المقاطع، وفي الأخير هناك تايتل أو إذا عنوان الشريط، سأقوم بذلك تباعا. ثم نافذة من الأعلى هنا فيديو أوديو، إذا نجم أضيف بعض الصوتيات أو الموسيقى أو غير ذلك. الفيديو أولا، إذا أختار من هنا الفيديو، أذهب إلى الألبوم الموجود عندي أو الصور المخزنة داخل جهاز الهاتف الجوال، أختار صور ثابتة أو كذلك صور متحركة يعني في شكل فيديو. عندي لهنا بعض صور الفيديو، مثلا سأختار هذه، وصورة مثلا ثابتة، صور فيديو، ثلاث مقاطع فيديو، صورة ثابتة. طيب انتهيت من اختيار مختلف الصور، أضغط على دون هنا، إذا شفتوا أتى بمختلف المقاطع التي قمت باختيارها، وضعها حسب الترتيب. إذا لهنا يمكن أن أقوم بعملية بريفيو مثلا لل يعني مشاهدة الشريط، يمكن أن أختار وأقوم بالتقطيع مثلا هنا، لأن أختار المقطع الأول فيه 0.38 ثانية، يمكن أن أقطع منه مثلا أو أقوم بتحريره بهذه الطريقة، أقوم بالتحرير، يمكن أن أحذفه أو أقص منه مقطع معين، يمكن أن أعيد يعني الإطار، يعني طريقة الكادراج بتاع هذا المقطع تحديدا، يمكن أن أختار إذن هنا أخذ الكادر باستعمال الإصبع دائما، اخترت الكادر المناسب، يلا أقوم بالعملية. هنا يمكن أن أضيف
مثلا مقطع آخر أو صورة أخرى بين المقطع الأول الذي اخترته هو المقطع الثاني، يمكن أن ألغي هذه العملية. هنا أيضا يمكن أن أقوم بالتحرير، تغيير إذن عملية التأثير بين التأثيرات بين المقطع والمقطع. ويمكن أن أيضا الصورة مثلا أختار بعض التأثيرات، هنا أضيف مثلا تأثيرات تغيير الألوان، الفيلتر يعني مختلف الفيلتر، أختار هذا أختار، يمكن أن يعطيني هو مجموعة من الخيارات أتركها كما هي. يمكن أن أضيف إذا بعض التأثيرات على الصور وعلى الفيديو بهذه الطريقة. إذا قمت بتحرير الفيديو، اقتطعت المقاطع الخاصة بي، مثلا هذا فيه 3 دقائق، يمكن أن اقتطع منه مثلا بعض المقاطع هكذا مثلا، شفتوا؟ إذا هذا الزمني يمكن أن اقتطع بعض المقاطع هنا، يعني أقلل من مد طول الشريط، أختار المقطع، يمكن أن أقرأ هنا المقطع. نعم، يمكن أن أضيف. إذن اخترت هذا المقطع من هنا، أضغط على دون، يعطيني إذن ينزل لي فقط المقطع الذي قمت بتقطيعه أو باختياره من ضمن هذا الشريط. انتهيت هنا. في الأعلى أيضا عندي سير الشريط هنا، الأوديو، إذا يمكن أن أضيف بعض الموسيقى، شفتوا لهنا، يعني هناك إمكانية أن أضيف مقاطع موسيقية أو أضيف موسيقى تأثيرية هنا، أستطيع أن أجلب الموسيقى من المكتبة الصوتية متاعي أو من مكتبة الأيبود أو غيرها. يمكن أن أقوم إذن باختيار الموسيقى، هناك تأثيرات إذن موسيقية موجودة تتبع هذا التطبيق، أو يمكن أن أضيف موسيقى مثلا هكذا أسمعها. يمكن أن أقوم بإضافة هذه الموسيقى بعد أن سمعتها. أيضا الموسيقى هذه يمكن أن أقوم بتحريرها، فأقتطع منها مثلا مقطع فقط صغير، أضيف في حدة الصوت أو أنقص من الصوت، وفي كل مرة أقوم بالسماع، يعني شفتوا إن وآوت، إذا متى تبدأ متى تنتهي، يمكن هنا أن أغير، يلا تبدأ هنا تنتهي هنا، يمكن أن أفسخ المقطع كامل أو أحذفه من هنا. اخترت إذن هذا المقطع، طيب أخفيه. إذن يمكن أن أضيف موسيقى أخرى، يمكن أن أقوم بتسجيل صوتي هنا، وهذه العملية يعني يمكن أن أقوم هنا أضغط فأقوم بالتسجيل مباشرة، يعني بالتعليق أو أقوم بالتعليق على الفيديو الموجود، يمكن أن أضغط هنا، يلا الآن يسجل في الحديث الذي أذكره. إذن يمكن أن أقف هنا أحرره، أسمع هنا، الآن يسجل في الحديث الذي أذكره، شفتوا؟ إذن سأحذفه، لن حذفته من هنا. أعود إذن إلى الفيديو من هنا، أصبح لدي فيديو مع موسيقى إلى آخره، بقي العنوان مثلا، أضغط هنا سأضيف مثلا هنا، سأضيف هنا مثلا قبل البداية، عفوا هنا قبل البداية سأضيف مثلا عنوان لهذا الشريط، سأسميه مثلا ايركس تونيزيا، اكتب مباشرة عرفت، يلا انتهي ترميمي ايركس تونيزيا عرفت بهذه الطريقة.
هنا أختار مدة يعني ظهور العنوان، يمكن أن أضيف حتى إلى حدود 10 ثواني، سأجعلها مثلا 3 ثواني في البداية. أفعل هذا الخيار، أشاهد بريفيو الفيديو كيف سيكون. انظر هنا، إذن أيركس تونيزيا عرفات، ثم يأتيني الشريط. أعود إلى المشروع بهذه الطريقة. إذن اكتمل، يمكن أن أضيف عنوان أخير أو جينيريك النهاية بهذه الطريقة أيضا. أضغط أنظر على تايتل، ثم أكتب مثلا باي، يلا ترميني، سيكون بهذه الطريقة. مشاهدة أخيرة، الآن تيقنت من أن الشريط لا تنقصه أي أشياء، يمكن أن أقوم بالإكسبورت. إذن والكواليتي لهنا لو ميديوم أو هايت، سأختار إذن الهايت، وهذه الريزوليسيون يعني متاع الشريط. التحويل، عملية التحويل، طبعا المدة تطول وتقصر حسب طول الشريط. هنا تجيك رسالة يعني تقول لك أنه الفيديو تم تحويله بالكامل، والآن أصبح يعني جاهز في المكتبة متاعك. تضغط على أوكي، سأشاهد هنا أنه الفيديو أصبح كاملا هنا. رأيتم إذن كامل الفيديو الذي قمنا بإنجازه. هذا هو الفيديو، أصبح جاهزا. إذن يمكن أن أقوم بتحويله الآن، إذن أرسلها يعني على اليوتيوب مثلا، أو أرسلها عبر رسالة.